مبادرة الشركات السعودية المياه الأسرع نموا. سعياً في رفع تنافسية الشركات السعودية وزيادة مساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني وفي قدرتها على خلق وظائف نوعية، جاءت مبادرة الهيئة العامة للاستثمار للبحث عن الشركات الأسرع نمواً ورصد الأسرع 100 شركة منها كل عام. شهد عام 2008 للميلاد انطلاقة مبادرة الشركات السعودية المياه الأسرع نمواً قبل الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري وجريدة الوطن كشركاء مؤسسين، شركة ساب لبرمجيات الأعمال كشريك تنافسي، وشركة بي دبليو سي كشريك معرفي. وقد صنفت المبادرة السعودية الشركات السعودية المائة الأسرع نمواً للمشاركة ضمن فئتين: جائزة البنك الأهلي للشركات الناشئة، وتشمل هذه الجائزة الشركات السعودية التي لم تتعدى 4 سنوات ونصف. وأما الجائزة الثانية هي جائزة الشركات السعودية الأسرع نمواً، تضم هذه الفئة الشركات التي قد مضى على تأسيسها أكثر من 5 سنوات. أسست هذه الشركات من رواد أعمال متوسط أعمارهم 32 سنة. تعمل هذه الشركات المشاركة في المبادرة في أكثر من 15 قطاع صناعي، تجاري وخدمي. كما استحدثت الشركات المتقدمة على المبادرة أكثر من 35 ألف وظيفة. تتمتع هذه الشركات بمعدل النمو يتعدى 43%. إن معظم أصحاب ومؤسسي هذه الشركات الناجحة أكدوا على عزمهم على إنشاء شركات أخرى جديدة. مبادرة تعتبر علامة اقتصادية متميزة للشركات المياه الأسرع نجاحاً في رفع معدلات النمو لديها وإيجاد فرص استثمارية جديدة تعزز مفهوم التنافسية وتساهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني. إن الفوز بالانضمام لقائمة أفضل 100 شركة وطنية يعد إنجازاً لما تحظى به هذه المبادرة بدعم عالمي من أهم رواد الفكر والاختصاص. فهنيئاً للشركات الفائزة التي لا يعرف مؤشرها إلا الصعود والارتقاء. ارتقي بمستوى شركتك إلى قمة التقدير.